معنا هاتفيا من عمان دكتورة هدى فالح الكبيسي الباحثة الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مرحبا بك دكتورة هدى. إذا تقرير للصليب الأحمر كشف عن حالة من الفقر يواجه فيها المواطن العراقي صعوبات في تأمين مستلزمات الحياة، هل تعتقدين أن السبب يكمن في السياسات الاقتصادية التي أوصلت المواطن إلى هذه الحال؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. نعم، مثل ما ذكرت حضرتك، يعني السياسات الاقتصادية الموجودة الآن في العراق هي سياسات غير صائبة بشكل واضح، يبدو من خلال ما هو مطبق وما هو يعني سائرين عليه. حتى ما ذكرتموه في تقريركم بشأن الدخل اليومي للأسرة والمتعارف عليه دوليا هو أقل من دولارين، يعني تقريبا 1.90 دولار، يعني هذا لو نفكر به هذا الرقم غير مجدي نفعا للفرد العراقي، حتى ولو كان مسجل هذا تحت خط الفقر المدقع. لأنه عندنا نقطة مهمة جدا يجب أن نفكر بها، هو أنه سعر الصرف العملة وسعر الصرف وحالة التضخم، وهذا قد يبدو واضحا من تقرير البنك الدولي الأخير أن التضخم في العراق مرتفع في عام 2018 المتوقع لنهايتها يعني، وما متوقع أيضا في 2019. بالتالي ما محدد للأسر حتى لا يكفي بالحد البيولوجي المتعارف عليه حتى تستطيع العائلة أن تنهض. وبذلك ظهر في التقرير الأخير في سير الأعمال التجارية للبنك الدولي في كانون الثاني من عام 2018 أن تسلسل العراق في مجمل الأعمال التجارية بمعنى قوة الاقتصاد العراقي في كيفية قيام المشاريع الإنتاجية، في كيفية الحصول على إجازات البناء إلى آخره، كان تسلسل 168 من 190 دولة، أي بمعنى وصلنا مع الدول الأخيرة التي هي الدول التي لا تمتلك موارد اقتصادية أو أنها دول جدا ضعيفة وبالتالي لديها مشاكل. هذا كله يصب في نقطة مهمة، أنه أثر على الأسرة العراقية بشكل عام وخاصة العوائل المتوسطة اللي هي ذات الدخل المحدود والمتعارف عليه أن في العراق تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، وبالتالي هنا ظهر لدينا حالة الفقر والفقر المدقع أساسا. نعم، يعني دكتورة هدى، مجلس محافظة ديالى أنموذجا أقر بوجود 4 عائلات من أصل 10 عائلات في حالة فقر شديد، هل تعتقدين يعني هل هذا حال المناطق التي شهدت حربا على تنظيم دولة، أم أن حالة الفقر تضرب العراق كله؟ يعني هو أكيد حالة الفقر موجودة في العراق من شماله إلى جنوبه، وأيضا ذكرتموه في تقاريركم، وهنالك أيضا في بعض الأجزاء من جنوب العراق أو في شمال العراق أيضا يمكن أكثر من 20% حتى أيضا. لكن نلاحظ هذا السبب، يعني من بين الأسباب التي لو نرجع حتى الفقر الموجود في بين النازحين، عمل الأطفال، هنالك أطفال يعملون لمدة 9 ساعات أو أكثر بما يعادل 8 دولارات يوميا، حتى هذا ما يكفي العائلة المتكونة من عدة أفراد، وبالتالي يتنافى مع كل القوانين المتعارف عليها اجتماعيا واقتصاديا من عمل الأطفال، وبالتالي المشاكل التي يعانون منها في العمل، الظروف الغير صحية والغير المؤاتية لا قانونيا ولا اجتماعيا، كل هذا أثر في مجمل الفكر اللي خاص بالعوائل العراقية، وبالتالي نشهد الآن حالة فقر جدا عالية بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهذا كل دلالة على سوء الاستراتيجيات والسياسات المناطة بالدولة العراقية وبالحكومة العراقية والجهات المعنية في تحديد السياسات الاقتصادية. يجب أن تنظر مرة أخرى في التقارير وفي الأرقام الموجودة لديها، وأن تنهض بوضع سياسات اقتصادية مثلى بحيث تستطيع أن لا تعمل على استنساخ ما هو أيضا حتى موجود أوروبيا أو ما هو موجود عالميا. الأرقام التي تظهر دولارين أو أقل هذا أيضا لا يكفي العائلة العراقية، يجب أن نفكر بأرقام أفضل، لأن يعني هذا الدولارين الذي يتكلم عليه هم أكثر الناس هم يبحثون في القمامة، وبالتالي يعني نلاحظ هو هل هذا هو احنا نريد ننهض به بالعائلة العراقية؟ لا. أيضا بشأن ملف الأعمار والاستثمار، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن تقرير منظمة شفافية قد فاقم مخاوف المستثمرين، ما الخطوات برأيك دكتور هدى الواجب اتخاذها لإعادة الثقة للمستثمرين داخل العراق؟ إعادة الثقة للمستثمر هو يجب أولا صياغة القانون الاستثمار بشكل
جدي، وبالتالي ايضا يجب ان يعملون على تطبيق هذا القانون، هو ليس فقط وضع قوانين وبالتالي لا يتم الاخذ بها. ايضا توفر البيئه الامنه كي يستطيع المستثمر ان ياتي وبالتالي ان يستثمر في ماله، هذا كله يحتاج الى توفير بنى تحتيه. البنى التحتيه لا زالت في كل دول في كل مناطق العراق من شماله الى جنوبه. في دوله العراق هي بنى غير مؤاتيه بالتالي لعمليه الاستثمار، فكيف للمستثمر ان ياتي الى مكان غير متوفر به الطرق الرئيسية أو بشكل كذلك يتوفر له الأمن وكذلك يتوفر له الاستقرار السياسي حتى يستطيع أن يعمل على الاستثمار؟ إذن هي مجموعة حزم من العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر كلها وتصب في الجانب الاجتماعي وتؤثر أيضا في العملية الاستثمارية. شكرا جزيلا لك دكتورة وداب الكويسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية والدولية.